السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صغاري أحبائي، كيف حالكم اليوم؟ اليوم نلتقي في درس جديد من دروس كنوز الرياضيات، سنتعرف فيها على عدد جديد من أعداد اللغة العربية. لكن أولا صغاري، دعونا نتذكر عددنا السابق. إذن عددنا السابق هو العدد 16. 16، انظر إلى العدد 16. أما اليوم سنتعرف على العدد الذي يأتي بعد العدد 16، ما هو يا ترى؟ دعونا نستمع إلى قصة العدد الجديد. كان هناك فتاة جميلة تدعى ليلى. كانت ليلى تحب الزهور كثيرا. قررت أن تذهب إلى الحديقة وتقطف بعضا من الزهور لوالدتها. وصلت ليلى إلى الحديقة وشاهدت كمية كبيرة من الزهور الجميلة ذات اللون الأزرق والأحمر والأخضر. قررت ليلى أن تعد الزهور الموجودة في الحديقة. هيا دعونا نساعد ليلى في العد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. إذن 17 زهرة. كم عدد الزهور؟ 17. إذن صغاري، ماذا شاهدت ليلى بداخل الحديقة؟ أحسنتم، زهورا جميلة. كم عدد الورود التي شاهدتها ليلى؟ أحسنتم، 17 وردة. ما هي ألوان الورود التي شاهدتها ليلى؟ أحسنتم، شاهدت الورود ذات اللون الأحمر والأزرق والأخضر. إذن من خلال قصتنا صغاري، ما هو العدد الجديد الذي يأتي بعد العدد 16؟ أحسنتم، وهو العدد 17. ردوا ورائي، 17. انظروا هنا صغاري، لدينا مجموعتان من الزهور. أي هذه المجموعات تدل على العدد 17؟ هيا فكروا وأعد بشكل صحيح. أحسنتم، إذن المجموعة الأولى صغاري هي التي تحتوي على العدد 17. 17. أما الآن صغاري، في كتاب كنوز الرياضيات صفحة 78، أكتب العدد 17 بخط جميل. وفي الصفحة الأخرى رقم 79، أعد كم دجاجة موجودة لدينا بداخل الصورة، ثم أكتب العدد بداخل المربع. كم عدد الكلاب الموجودة بداخل الصورة؟ أعد وأكتب العدد بشكل صحيح بداخل المربع، ثم أكتب العدد 17 بشكل صحيح بداخل الكتاب. إذن لا ننسى صغاري، عددنا لليوم هو العدد 17. 17. إذن صغاري، شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله في درس جديد من دروس اللغة العربية. مع السلامة.